السلام عليكم ورحمة الله. شو هو الماكرو؟ الماكرو هو عدد من الخطوات بنعملها باستمرار كل ما نفتح ملف وورد. كيف فينا نعمل ماكرو بالوورد؟ كيف فينا نفهم وورد انه مجموعة الخطوات هي انا بعملها باستمرار، فعمل لها زر او اختصار بالكيبورد بحيث بنقرة وحدة اقدر كرر كل هاي الخطوات. خلينا نشوف سوا. بداية اصدقائي خلونا نظهر تبويب المطور. منروح على قائمة ملف، خيارات، تخصيص الشريط، بعدها مندور هون على شيء اسمه المطور ومنحط صح على المطور، بعدها منكبس موافق. بلاحظ هون شريط أدوات المطور أو شريط المطور طلع لنا. الآن لحتى نبلش بتسجيل ماكرو، لحتى نبلش مع أول ماكرو بسيط لنا، منروح من هذا التبويب على تسجيل ماكرو، وهون إما رح اسند له اختصار، يعني مثلا Alt و Ctrl و Q على سبيل المثال، ورح أقول له تعيين ثم إغلاق. منلاحظ شكل المشيرة أتغير إلى هذا الشكل. طيب، وبفرض أنه الخطوات يلي أنا دائما بعملها بس افتح ملف وورد جديد أو بس عدل على ملف وورد بيجينة، هي أنه روح على تخطيط، أعمل الهوامش قيم معينة، مثلا 1.5 0.9 1 1، ورح أقول له موافق. وكذلك بغير بتظليل الخط، فرح أعمل Ctrl A وشيل التظليل عن هذا النص. هدول الخطوات تم حفظهم بفرض أنه هاي هي الخطوات اللي أنا دائما بعملها، فبرجع بروح على تبويب المطور بقول له إيقاف التسجيل. صار في عنا مخزن على الاختصار Alt و Ctrl و Q هاي الخطوات كلها. خلينا نجرب على ملف جديد. فتحت ملف وورد جديد، كتبت فيه مثلا أي كلام، وحطيت هوامش، وهي قبل ما شغل أي ماكرو، حطيت الهوامش مثلا 1 1 1 1، رح أقول له موافق. يعني حطيت الهوامش غير القيم يلي حطيناها هونيك، وحطيت لهي الكلمة تضليل مثلا، كرمال نحن نجرب الماكرو. الماكرو شو كان يسوي؟ كان يعمل الهوامش إذا بتذكروا 1.5 0.9 1 1، ويشيل التضليل عن الكلمات وما إلى ذلك. هلا بدون ما أعمل شيء رح أعمل Alt و Ctrl و Q من الكيبورد. لاحظوا غير الهوامش، شال التضليل عن هاي الكلمة، وطبق التغييرات يلي عملناها. ممكن بالماكرو أيضا تختار حجم الصفحة، حيث أنه مثلا تأكد أنه حجم الصفحة A4، وذلك بأنك تنقر عليها من هون وتحطها A4، فبتصير مجرد تفتح ملف وردك من هدي أو ملف أنت عامله، مجرد تكبس Alt و Ctrl و Q، فهو لحاله شو بيسوي؟ بيروح بيضبط حجم الورق لـ A4، الهوامش للقيم يلي حطيتها، وبشيل التضليل عن القيم يلي شلت التضليل عنها. تجدر الإشارة أخيرا إلى أنه لحتى تمكن الماكرو بالوورد لازم تفعل الماكرو. كيف؟ من ملف، خيارات، بعدين بنروح على مركز التوثيق آخر وحدة من تحت، بعدين رح نروح على إعدادات مركز التوثيق، بعدين رح نروح على إعدادات الماكرو، بعدين راح نقول له تمكين كافة وحدات الماكرو غير مستحسن، يمكن أن يتم تثبيت تعليمات برمجية خطيرة. هلا هون في موضوع لازم ننوه له يا جماعة، الماكرو أحيانا قد يتضمن برمجيات خبيثة، فأنت إذا ملف جايك من برا وقال لك بدك تشغل الماكرو يلي فيه ما تقبل تشغل الماكرو يلي فيه. نحن لما عم نحط السماح بهذا الخيار، هذا بيعني السماح للماكرو يلي نحن عملناه، والماكرو يلي نحن عملناه نحن اساسا عارفانين شو تعليماته وعارفانين شو بيسوي وعارفانين لايش بيستخدم. اذا لما بنحط هذا الخيار، هذا ما بيعني انه نقبل كل شيء ملفات كل الماكروات يلي فيها، لا لا، هذا بيعني انه نسمح للوورد انه يشغل الماكرو يلي انا عملته على هذا الكمبيوتر ويلي اسندت له الاختصار Alt و Ctrl و Q. هلا بامكانكم تعملوا اكثر من ماكرو، انتم اذا عندكم اكثر من قالب اكثر من شكل، فممكن تعملوا Alt و Ctrl و Q لاختصار معين لماكرو معين، Alt و Ctrl W لماكرو معين، وحاولوا الحرف يلي بتسندوه مع Alt و Ctrl يكون حرف بيعبر. فمثلا إذا أنتم عندكم قالب للإنجليزي وقالب للعربي، فخلوهم Alt و Ctrl و E و Alt و Ctrl و A اختصار للإنجليش والعربي، حاولوا يكون الاسم قريب مشان تبقوا تتذكروا تماما. إذا هلا لتعمل ماكرو شو بدك تسوي؟ لازم أول شيء نجيب ورقة وقلم، نشوف نحن الأشياء اللي نحن بنعملهم عادة شو هني، حجم الخط كذا، حجم الصفحة كذا، هوامش الصفحة كذا، اتجاه الصفحة ممكن يكون أفقي ولا عمودي، تغير كل هاي القصص، التباعد بين الأسطر بين الصفحة ما إلى ذلك.
تطبقهم على ماكرو جديد، ثم تحفظ هذا الماكرو وتسند له اختصار. كان هذا الجزء الأول من درسنا لليوم يا جماعة، تعلمنا فيه كيف نعمل ماكرو بسيط بيغير حجم الصفحة، بيعمل A4 مثلا، بيغير هوامش الصفحة، بيغير لون الخط، وبيغير تضليل الخط. عملنا كل هاي الخطوات، وخبرنا وورد انه يحفظها ضمن الاختصار Ctrl و Alt و A مثلا، بحيث انا كل ما عملت Ctrl Alt و A من الكيبورد، بدل ما اروح اعمل كل هاي الخطوات، هو وورد لحاله بيروح بيعملها. وتعلمنا ايضا كيف نعمل اكثر من ماكرو بخطوات مختلفة ونسندها لاكثر من اختصار. وهلأ اجى الجزء الثاني من الدرس. بالجزء الثاني من الدرس يا جماعة رح نتعلم ماكرو شوي متقدم اكثر، رح زودكم بكودو، كودو رح يكون موجود بصندوق الوصف بطبيعة الحال. هذا الماكرو بيعدل لك الكلمات المتغيرة او المضافة بملف معمول عليه تعقب التغيرات. للي ما بيعرف شو يعني تعقب التغيرات بالوورد، في عنا فيديو كامل بيشرح الموضوع من الالف الى الياء، رح حط لكم رابطه بصندوق الوصف. بهذا الدرس رح نتعلم كيف نعد الكلمات يلي تم ادراجها او تعديلها بملف وورد معمول له تعقب التغيرات. مثل ما احنا شايفين بالملف يلي قدامنا، في عنا هون كلمة متغيرة، في عنا هون كلمة متغيرة، هون كلمة متغيرة، ورح ضيف هون ايضا كلمة جديدة. اذا صار في عنا بعض الكلمات مغيرة، وفي عنا كلمتين جديدتين على هذا الملف. الآن كيف فينا نحصي عدد هاي الكلمات المتغيرة زائد المضافة؟ رح نروح على تبويب المطور، بعدين رح نروح على وحدات الماكرو، بعدين رح نقول له إنشاء وحدة ماكرو جديدة. إذا إنشاء وحدة ماكرو جديدة، هل تريد استبدال الماكرو الموجود اللي محدد عليه؟ رح أقول له نعم. رح احذف كل شيء قديم، ثم رح إلصق الكود التالي. ما مطالبين تعرفوا شو هذا الكود أو تفهموه، مطالبين فقط نعمل Ctrl A، نمسح الكتابات القديمة ونعمل لصق لهي الكتابة. بطبيعة الحال هذا الكود رح أحط لكم إياه بصندوق الوصف. بعد ما حطينا هذا الكود رح نكبس على الزر F5 أو من هذا الزر. لاحظوا قال لي 9 كلمات مغيرة أو مضافة. خلينا نعدهم: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 كلمات متغيرة أو مضافة. وهيك منكون يا جماعة عدينا الكلمات المتغيرة أو المضافة. بقي عنا شغلة وحدة، هل لازم بكل مرة بدي عد كلمات ملف ما أعمل كل هاي الخطوات؟ لا، بكفي انك تعملهم مره وحده والورد لحاله بيحفظهم عنده. طيب وين بيحفظهم؟ رح نروح من هون على نفس المحل على وحدات الماكرو، رح نلاقي في عنا ماكرو اسمه counter insert word name. خلينا نفتح ملف جديد وناخذ عليه مثال حي. فمثلا هون رجعت فتحت الملف قبل التعديل ورجعت عدلت كلمات لا على التعليم. بكفي مشان ارجع عد الكلمات المعدلة ضمن هذا الملف، اروح على تبويب المطور مرة تانية، وحدات الماكرو، بلاقي هذا الماكرو يلي ضفته سابقا count insert word name، فرح اقول له تشغيل. بهالبساطة 4 كلمات مضافة او معدلة. كان هذا كل شيء بدرسنا لليوم. لا تنسوا تتابعوا الدرس تبع تعقب التغيرات والعمل مع فريق على ملف وورد، موجود رابطه باسفل الوصف مثل ما حكينا، وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد.